في فيديو النهاردة هنلخص الجزء الأول من مسلسل فوكس ماكينة. بيبدأ المسلسل في مملكة اسمها تاليدوري مع شوية محاربين واللي اتجمعوا علشان يحاربوا وحش بيهدد أمان المملكة، بس المفاجأة إن الوحش ده بيقضي عليهم في ثواني، وبما إنهم ماتوا أكيد مش هم دول أبطال مسلسلنا. وجوه القصر في مدينة اسمها إيمون بيأمر الملك المستشارين بتوعه إنهم يأجروا مجموعة تانية من المرتزقة، وده لأنه رافض يضحي بالجيش بتاعه، وخصوصا إنهم لسه مش عارفين نوع الوحش اللي بيهاجمهم. وجوه حانة في المدينة بنروح لأبطال مسلسلنا الحقيقيين، وهم المجموعة اللي اسمها فوكس ماكينة، واللي بيكونوا بيتخانقوا مع مجموعة تانية من المرتزقة، ولأنهم مش معاهم فلوس يدفعوا تمن اللي هم دمروه، صاحبة المكان بتطردهم في الشارع، والمجموعة دي مكونة من الأخين التوأم فيكس وفاكس، وجروج الضخم وبيرسي أذكى شخص فيهم، وسكانلان القزم وكيل الساحرة من قبيلة اسمها الأشاري، وأخيراً بايك والدب بتاعهم اللي اسمه ترينكت، مجموعة غريبة وما نعرفش تلموا على بعض إزاي. المهم وهم بيتكلموا بيجي سكانلان بالإعلان بتاع الملك واللي بيطلب فيه محاربين يخلصوهم من الوحش مقابل فضة وذهب كتير، وطبعا لأنهم محتاجين فلوس بيروحوا على القصر على طول، وهناك بيقابلوا الملك والمستشارين بتوعه واللي في الأول بيكونوا رافضين يسلموهم المهمة، لكن قائد الجيش اللي اسمه كريك بينصحوا إنه يوافق. وخلال ما هم بيتكلموا فيكس بتحس بحاجة غريبة بسبب شخص فيهم، لكن لسه مش واضح إيه السبب بالظبط، وبيوافق عليهم الملك في الآخر وبيوصلوهم بطيارة لأقرب مكان حصل فيه من الوحش. وهناك بتبدأ المجموعة تسأل الناس عن نوع الوحش ده وإذا كان حد شافه، بس كلام أهل القرية بيبقى كل واحد وإن مفيش حد شافه. وبيتكلم فاكس مع طفلين وبيلعب معاهم وبيعرف منهم إن الوحش ده ضخم جدا وبيطير، وآخر مكان اتجه ليه كان فوق التلة اللي قريبة منهم، ولما بيروحوا لهناك ترينكت بيلاقي أثار الوحش ده وبيمشوا وراها، والغريب إن الأثار دي بتتغير لأثار رجلين شخص بشري، وفجأة بيظهر الوحش قدامهم واللي بيكون تنين أزرق ضخم جدا، بدأوا انهم يهاجموه لكنه بيكون اقوى منهم بكتير، لدرجه انه مش بيتاثر بسحر كيليس ودي غالبا اقوى واحده في المجموعه، وبيقدر التنين بعدها انه يوقع عليهم الجبل وبيسيبهم ويمشي لما بيتاكد انهم ماتوا، لكن لحسن حظهم ان كيليس بتنقذهم في اخر لحظه، بس للاسف جروك بيبقى مصاب اصابه خطيره، وساعتها بنعرف ان بايك عندها قدره الاستشفاء وبتقدر انها تعالجه، ولان التنين كان اقوى منهم بمراحل وكمان كان على وشك انه يموتهم بيقرروا كلهم انهم ينسحبوا من المهمة، وبتقول لهم فيكس ان في تنين قتل عيلتها هي واخوها وهم صغيرين، ومن ساعتها وهي بتحس بحاجة غريبة لما بتقرب لحد فيهم، وده نفس الاحساس اللي جالها في قصر الملك، وده معناه ان في حد من مستشارين الملك ليه علاقة بالتنين، او غالبا ممكن يكون حد فيهم هو التنين نفسه، فبيتفقوا كلهم انهم يسيبوا المدينة لان المهمة دي اعلى من مستواهم. وفي طريق رجوعهم بيعدوا على القرية اللي كانوا فيها وبيتصدموا لما بيلاقوا التنين دمرها تماما، وبيروح فاكس على بيت الاطفال اللي كان بيتكلم معاهم، وللاسف بيلاقي العيله كلها ميته، فبيحسوا ان هم السبب لانهم ما قتلوش التنين، وبيغيروا رايهم بسرعه وبيقرروا انهم ينتقموا لاهل القريه. وفي مكان قريب من القريه بنلاقي الجنرال كريك خرج مع جزء من الجيش وبيستعدوا علشان يحاربوا الوحش ويقضوا عليه، وفي نص الليل بيتفاجئوا بالتنين وهو بيهجم عليهم، وكالعاده مفيش اي هجوم من الجنود بيأثر عليه وبيقدر بكل سهوله انه يموتهم لاخر جندي فيهم، وبيقدر الجنرال كريك انه يهرب ويرجع للقصر، وبيعرف الملك ان الوحش اللي بيهاجم المملكه هو تنين ازرق، وبيوصل بعده على طول مجموعه فوكس ماكينه. وخلال ما هم بيتكلموا بتحس فيكس بنفس الاحساس اللي جالها قبل كده، وبيقرر الملك انه هيحرك الجيش بالكامل علشان يحاربوا التنين. ولما بتخرج المجموعه بره القاعه وبيتكلموا مع بعض، وبتقول لهم فيكس ان الشخص اللي له علاقه بالتنين كان موجود معاهم، وبتقول لهم انها حاسه ان هو فينس مساعد الملك، وبيقسموا نفسهم علشان ينفذوا المهمه ويعرفوا مين اللي بيتعاون مع التنين. فاكس وبايك هيروحوا لمحل ادوات سحريه اسمه جيلمور، وده علشان يشتروا سلاح يموتوا بالتنين، وباقي المجموعه هيخرجوا علشان يراقبوا فينس. وبيوصل فاكس وبايك لجيلمور وبيقابلوا صاحب المحل، بس المشكله ان كل الاسلحه اللي بتقتل التنانين غاليه، وعلشان كده بيقدم لهم مجرد نصيحه على قد فلوسهم واللي بتبقى من كتاب قديم ومش واضح معناها حتى. وفي المدينه سكانلان وجروك بيشوفوا فينس وبيمشوا وراه فعلا لحد ما بيدخل قصر شكله غريب، وبتوصل باقي المجموعة على هناك وبيدخلوا وراه القصر، وواضح من الصور اللي في القصر انه يخص الجنرال كريج، ولما بينزلوا للسرداب بيلاقوا فينس هناك، فبيقولوا له يسلم نفسه وانهم عارفين انه له علاقه بالتنين، لكن فينس بينكر وبيقول لهم ان كريج هو السبب، وفجاه وهم بيتكلموا بيخرج كريج من وراه وبيقتله، وبيطردوه لحد ما بيوصلوا لبوابه سحريه وبيدخلوا وراه، وبيلاقوا المكان ده مليان ذهب وكنوز كتير جدا، فبتقول لهم فيكس ان ده كنز التنين، وانهم حاليا في الكهف اللي هو عايش فيه، وبيظهر كريج فجاه وبيتكلم معاهم
والصدمة ان بيطلع هو نفسه التنين الازرق وبيتحول قدامهم وبيبدأ انه يهاجمهم، وكالعادة مفيش اي هجوم منهم بيأثر عليه، وبيشوف فاكس علامة في رقبة التنين وهو بيهجم عليهم، وبيفتكر الكلام اللي شافه في الكتاب السحري في محل جيلمور، وبيفهم ساعتها ان هي دي نقطة الضعف بتاعته، فبيتفق مع المجموعة على خطة وبيبدأوا انهم ينفذوها، وبيقدروا فعلا انهم يصيبوه في رقبته اصابة كبيرة جدا، وبيستغل جروك فرصة انه بقى ضعيف وبيهجم عليه ويموته، وبينهار الكهف بعضها على طول، فبيهربوا ويرجعوا للقصر، ومكافأة الملك بتبقى عبارة عن مقر ليهم في مدينة ايمون، وبيعينهم كمان الحماة الرسميين للمملكة، وبيقول لهم انه عامل حفلة بمناسبة موت التنين وعازم فيها كل الامراء، وبيعزم المجموعة كلها علشان يحضروا الحفلة، وبنشوف اتنين من اللي معزومين للحفلة وهم في طريقهم لمدينة ايمون، والاتنين دول هم سايلاس ومراته ديلايلا، واللي معروفين برضه بعيلة برايوود، وفي الطريق بيوقف عربيتهم مجموعة من المرتزقة، وبنعرف ان سايلاس ده عنده قوة غريبة جدا، وبيقدر انه يقضي عليهم بطريقة وحشية وبكل سهولة، وبعد ثواني بيكملوا طريقهم لمدينة ايمون، وتاني يوم بتروح المجموعة علشان يحضروا الحفلة، وبيتصدم بيرسي لما بيسمع ان في ضيوف من مدينة وايت ستون، وبيطلعوا هما الاتنين اللي اسمهم سايلاس وديلايلا، ولما بتلاحظ فيكس انه متضايق بتسأله عن السبب، فبيقول لها بيرسي ان وايت ستون دي كانت المدينة اللي عايش فيها وهو صغير، لحد ما وصل سايلاس وديلايلا واستولوا عليها، فبيقول له فيكس انه هيروح يدخل اوضتهم ويعرف اذا كانوا بيخططوا لحاجة، وباقي المجموعة بيروحوا يقعدوا مع الملك وضيوفه، بس المشكلة ان بيرسي بيكون واضح عليه جدا انه متضايق منهم، ومن نظراته لعيلة برايوود باين عليه انه عاوز يقتلهم، بس لسه ما نعرفش هم عملوا ايه بالظبط نخليه متضايق قوي كده، وفي نفس الوقت بيقدر فيكس انه يدخل اوضتهم، وبيلاقي صندوق مليان اماكن سرية وادوات غريبة، وجواه كمان كتاب بياخده علشان يشوف اللي مكتوب فيه، وفي القاعة بتتكلم ديلايلا عن عيلة اسمها ديرولو، وبتقول انهم مسكوا الحكم مكانهم لانهم عيلة ضعيفة وتخلوا عنه، وساعتها بيرسي بيتعصب وبيقول انها كدابة، وبنفهم ساعتها ان ديرولو دي تبقى عيلة بيرسي، وبسبب اللي حصل ده بيقوم عيلة برايوود وبيرجعوا لاوضتهم، وبتقوم المجموعة هم كمان وبياخدوا بيرسي معاهم، وبيسألوه ايه اللي حصل بالظبط ومخليه عاوز يقتلهم للدرجة دي، فبيقول لهم بيرسي ان سايلاس وديلايلا قتلوا عيلته بالكامل، وفي نفس الوقت بيوصل عيلة برايوود لاوضتهم، وبيتصدم فاكس لما بيلاقوهم واقفين وراه بشكل غريب، وبيمسكوا سايلاس وبيسيطر على عقله وبيعضوا من رقبته زي ما يكون مصاص دماء، ولانهم اقوى منه بيضطر فاكس ينط من الشباك علشان يهرب، وبينزل وراه سايلاس وبيكون على وشك انه يقتله، لكن لحسن حظ فاكس المجموعة بتوصل له في اخر لحظة، وواضح فرق القوة اللي بين عيلة برايوود والمجموعة كلها، وكمان سيف سايلاس عنده قوة سحرية غريبة جدا، وكل ما بيجرح جروجو وبيجي عليه دم بيزيد حجمه وزي ما يكون بيتغذى عليه، ولما بتحاول بايك انها تساعد جروج بتشوفها ديلايلا وبتقدر انها تضربها بسحرها وتضعفها جدا، لدرجة ان سايلاس بيكون على وشك انه يقتلها، لكن بتلحقها كيليس في اخر لحظة وبتعمل جدار من الاقسام ما بينهم، وقبل ما بيتجمع جنود الملك في المكان بياخد عيلة برايوود عربيتهم ويهربوا بسرعة، لكنهم بيسيبوا وراهم الخادم بتاعهم، وبتزعل بايك لما بتلاقي مصدر قوتها اللي اسمه ايفر لايت اتدمر، وبيروح بيرسي للخادم بتاع سايلاس وديلايلا وبيساله عن السبب اللي خلاهم يخرجوا من وايت ستون، وده لانهم عمرهم ما خرجوا منها واكيد بيخططوا لحاجه، وفجاه بيبدا دخان اسود غريب يظهر على بيرسي، والاقرب انه بيلبس قناع اسود كمان، وبيظهر ظل الدخان ده على الارض قبل ما يموت الخادم، وواضح ان نوع من الشياطين اللي بتدي قوه لصاحبها، بس قبل ما يموته على طول بيوصل الملك وبيأمر جنوده انهم يقبضوا على المجموعه كلها، وفي القاعه بيقول لفوكس ماكينا انهم بوظوا حفلته وانهم لازم يتعاقبوا ويترموا في السجن طول حياتهم، وواضح من كلامه ان سايلاس سيطر عليه هو كمان قبل ما يمشي، لكن الملكه بتهديه وبتقول له ما يقلقش وانها تبقى مسؤوله عن عقابهم، وده لانها لاحظت برضو ان تصرف الملك اتغير فجاه، وبتقول للمجموعه انهم هيتحبسوا بس في المقر بتاعهم، وده لحد ما يحققوا ويعرفوا اللي حصل بالظبط، وبنشوف عيلة برايوود وهم راجعين لوايت ستون، وبتكتشف ديلايلا ان الكتاب مش موجود في مكانه، وبتقول لسايلاس ان اكيد فاكس هو اللي سرقه لما كان في اوضتهم، وبيروحوا بعدها مع بعض على المقابر، وهناك ديلايلا بتعمل تعويذه غريبه على اللي ميتين، وبنرجع لفوكس ماكينة في المقر بتاعهم، ولانهم مصرين يعرفوا اللي حصل مع بيرسي بيقرر انه يحكي لهم، وبيقول لهم ان عيلة برايوود كانوا عاملين نفسهم حلفاء لعيلته، بس بعد كده اتغيروا تماما وقتلوا عيلته كلها حتى الاطفال، واستحوذوا على الحكم والمدينه كلها، وكمان قتلوا اخته اللي اسمها كاساندرا وهما بيحاولوا يهربوا، وبره المكان اللي هما فيه بتبدا حاجه غريبه تهاجم الحراس، وبيطلع ان دي ارواح اشخاص ميتين استدعتهم ديلايلا وبعتتهم علشان يرجعوا الكتاب ويقتلوا بيرسي، وده لانهم اتعرفوا عليه وعرفوا انه اخر شخص عايش في عيله ديرولو، وبتسمع المجموعه صوت الحراس وبيخرجوا علشان يعرفوا اللي بيحصل،
بيلاقوا قائد الحراس بيقول لهم ان 5 من جنوده اتقتلوا، وفجأة المكان بيضلم وبتبدأ الارواح دي انها تهاجمهم، وبيعرفوا على طول انهم جايين علشان ياخدوا الكتاب، وبيتعاونوا كلهم علشان يبعدوه عنهم، وبيولع قائد الحراس نار وبيبدأ انه يهاجمهم بيها، وبيعرفوا على طول ان هي دي نقطة ضعفهم. فبتحاول بايك انها تستخدم سحرها لكنها ما بتقدرش، وبتقدر كيليس في اخر لحظة انها تطور من سحرها، وبتعمل اشعة نور قوية جدا وبتقضي على الاشباح. وتاني يوم بيقرروا انهم يروحوا الوايت ستون علشان يقضوا على عيلة برايود ويساعدوا بيرسي في الانتقام لعيلته، لكن بايك مش بتقدر تروح معاهم، وبتقول لهم انها تروح للمعابد اللي فيها مصدر قوتها وتحاول انها ترجع السلسلة زي ما كانت وتستعيد سحرها. فبيودعوا بعض وكل واحد فيهم بيروح لطريقه، وفي طريقهم لوايت ستون بيحاول سكانلان وكيليس انهم يفهموا اي حاجة من كتاب ديلايلا، وبيلاحظوا ان في كلمة في الكتاب متكررة اكتر من مرة، والكلمة دي هي زيجورات. فبتقول له كيليس ان الزيجورات دي مباني قديمة شبه المعابد، واول ما بيدخلوا الاراضي وايت ستون بيلاحظوا ان في حاجة بتطاردهم، وفجأة بيظهر ذئاب مسحورة تبع ديلايلا، وبيخطفوا سكانلان والكتاب وبيهربوا، فبيطاردهم باقي المجموعة علشان ينقذوا سكانلان، وعلشان ينقذوه بيضطر سكانلان انه يضحي بالكتاب، وبيرجع الذئب او نصه تقريبا لديلايلا وبيسلمه لها فعلا. ومن كلامها مع اللي شغالين معاها بنعرف انهم بيحضروا لطقس معين، وبتوصل المجموعه اخيرا لاسوار وايت ستون، وبيتصدم بيرسي من شكل المدينه والحاله اللي وصلت لها. ولما بيدخلوا جوه المدينه بيلاقوها فاضيه تماما من الحراس، وحتى اهل المدينه شكلهم خايفين، واول ما بيشوفوهم بيدخلوا لبيوتهم، وبيقول لهم بيرسي انهم لازم يلاقوا حارسها اسمها يينن لانها الوحيده اللي ممكن تساعدهم وتقول لهم اللي حصل بالظبط. وبيتصدموا لما بيلاقوا اشخاص شبههم تماما ميتين ومتعلقين على اكبر شجره في المدينه واللي اسمها شجره الشمس. فبيقول لهم بيرسي ان عيلة برايود عارفين بوصولهم، وبيرفضوا انهم ينزلوا الاشخاص دي من على شجره الشمس لانها اكيد متراقبه، وبنروح لمجموعه من المقاومه وهم بيخططوا لهجومهم على عيلة برايود، لكن فجاه بيجي عملاق من جنود ديلايلا وبيموتهم، وبيقبضوا على زعيم المقاومه اللي اسمه ارشبولد، وبتقابل المجموعه واحده من المقاومه وهم بيهربوا من عملاق، وبيسالها بيرسي عن مكان الحارسه يينن، ولما بتعرف انه من عيلة درولو بتاخدهم وبيروحوا يقابلوا يينن، واللي بتفرح لما بتشوفه جدا، وبتقول له ان الناس محتاجين واحد من عيلة درولو يقودهم، وان هو الوريث الشرعي للعيله والناس هتسمع كلامه، وبتاخدهم وبتروح على مخبأ من مخابئ المقاومه، وهناك يينن بتقول له انه لازم يجمع المقاومه واهل المدينه حواليه، والطريقه الوحيده لكده انه ينقذ القائد بتاعهم ارشبولد من الحبس، وبيطلع ان بيرسي يعرفه لانه كان صديق طفولته. وفي المعبد بايك بتحاول تتواصل مع مصدر قوتها لكنها بتفشل، وبتقول لرئيسة المعبد ان لعنة ديلايلا مأثرة على قوتها، لكن رئيسة المعبد بتقول لها ان مفيش اي لعنة تقدر تأثر على ايفر لايت، وان اكيد هي السبب في عدم التواصل معاها مش اللعنة. وجوه وايت ستون بتنقسم المجموعة الفريقين وبيبدأوا يهاجموا القلعة، وبيوصل الفريقين للزنزانة اللي فيها ارشبولد وبيحرروه، لكن بيقطع طريق هروبهم واحد من مساعدين عيلة برايود واللي اسمه ستونفيل، وبتبدأ الحرب بين المقاومة والجنود اللي معاه، وبيحاولوا يأمنوا طريق خروج لارشبولد لانه مصاب، بس المشكلة ان الجنود كتير جدا وكل الطرق مقفولة، فبيقرر ارشبولد انه ينضم لجنوده ويحارب معاهم. ولما بيشوف بيرسي ستونفيل اسمه بينور على المسدس بتاعه، وبيبدأ الدخان اللي ظهر عليه قبل كده انه يظهر تاني، وبيلبس القناع وبيروح لستونفيل علشان يقتله، وبيقدر فعلا انه يطير دراعه وبيشيل القناع علشان يوريه وشه، بس الصدمة ان بيرسي شكله متغير تماما، وواضح ان في نوع من الشياطين مسيطر عليه في اللحظة دي. واول ما بيموت ستونفيل اسمه بيتمسح من على المسدس، وبيختفي الدخان اللي كان عليه وبيرجع لطبيعته تاني، وبيزعله فاكس لما بيلاقيه لانه سابهم وعرضهم للخطر علشان يقتل ستونفيل، فبيتضايق بيرسي من كلامه وواضح انه لسه مرجعش لطبيعته، وبيقول له انه هينتقم لعيلته وهيموت اي حد يقف في طريقه، وبيهدى شويه لما بيعرف من ارشبولد انه مش اخر فرد من عيله درولو، وبيقول له ان اخته كاساندرا لسه عايشه وما ماتتش، وبيروحوا بعدها يقابلوا بقيه المجموعه، وبيولعوا في المكان وبيخرجوا كلهم بسرعه، وبنشوف كاساندرا عايشه فعلا واقفه مع ديلايلا، وبتعرف منها ان اخوها بيرسي لسه عايش. ودي كانت نهايه فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم، ولو حبينا اننا نكمل المسلسل سيبونا رايكم في التعليقات، وكان معاكم شعيب، سلام.